مع الأسف هادشي اللي كنشوفو اليوم ما كيفرحش الخير، لأن أقسم ثم أقسم راه لما كانت شي عندنا مصلحة عامة وكانت هي مصلحة خاصة راه ما عمرنا غنمشيو لقدام. وهادشي اللي كان في هاد المدينة كلشي كينضرب على راسو، راه بقينا هيدا غنوليو كجسر كلشي كيدوز عليه ويعطيني الغرض ديالو وحنا نبقاو تحت الصبار، ويمكن ديك الجسر غير هو ما غنبقاو صالحين لا لراسنا ولا الناس ولا حتى شي حاجه. وغدعى علينا الامم كما كدعى الله على الحضاره. الامم كنقصد بها هنا ماشي هما الدول، كنقصد بها الناس والايادي الخبيثه والخفيه اللي كتبغي تهرس وتهدم وتحطم كل واحد بغاه هاد الشعب هاد المدينه وبغاه يمشي لقدام وشافوه ناجح وشافوه ما بقاش يكمل. عشت معاه وكنظن ديك العصر كان داه ذهبي وخص كلشي يصفق عليه. انا مصطفى الزيتوني، مصطفى الزيتوني، مصطفى الزيتوني هو الوحيد اللي عشت معاه ديك الحقبه الذهبيه، وهو الوحيد اللي كان كيساهم، وهو الوحيد اللي خلى التاريخ ديالو. شوف الاخوان راه التاريخ ما كيخلوش الانسان بالغره والحقد والهضره في عباد الله، التاريخ كيخلد الانسان بالمجازات ديالو والمعطى.